السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون. في شهر أكتوبر الماضي نقل فريق طبي أجنبي جاء من الخارج حضر للجزائر باش قام بعملية جراحية في المستشفى العسكري لبوشاوي المتخصص في أمراض العظام. قام بعملية جراحية على جنرال توفيق اللي يشكو من مرض مزمن. هذا المرض اسمه بوليارتريد روماتويد، يعني روماتيزم انفلاماتوار كرونيك. روماتيزم انفلاماتوار كرونيك، هذا الروماتيزم هذا جايو من مخلفات الايامات اللي كان قضاها في اثناء الثوره التحريريه في الجبل، لانه من هذاك الوقت بدا يعني اصيب بهذا المرض. وهذا على كل حال بين قوسين كاين واحد الناس اللي لما طاح كي طاح ثور يكثروا سكاكن عادي يجي يتكلم في قناه تاع زيكو كان تشيت توفيق صباح وعشيه، وعاد يقول باللي توفيق هذا ما شاركش في الثوره. انا ما ندافعش عليه، يعني الشيء اللي قلت عليه انا هو يحكم، هو في الحكم ماشي تاع واحد ما كان يجرى يقولوا. ولكن بنادم باش يكون صافي مع روحه ومع الناس اللي يسمعوا له يكون موضوعي. جنرال توفيق كان شارك في ثورة التحرير، كان حامل السلاح وكان لابس البذلة تاع جيش التحرير، وشفت بعيني الصور. ما شنعتهاليش واحد في قهوة، وإنما اللي نعتهالي إنسان يعني ما تقدرش تشك فيه. أولا ماهوش من الناس اللي يحبوا جنرال توفيق، ولكن التاريخ ثاني هو ثاني، ما يقدرش ينقل لي أنه خوه شقيقه مات في يدين جنرال توفيق لما قصت رصاصة، رصاصة اللي قتلاته كان في يدين توفيق. وهذا يا هو الشهيد أحمد بتشين، شقيق جنرال محمد بتشين. ذاك الوقت كان جنرال محمد بتشين وراني صور تاع توفيق، كان أنا خرجت من الجيش وهو خرج من الجيش، لقاهم قصروا وراني صور تاع خوه أحمد الله يرحمه، وهو مرفقة محمد مدين اللي ولا بعد اسمه توفيق، وطلع جنرال. هادو عطرو رب تزير، وما ولا رب تزير لا والو، يا ربي يكون قادر على شقاه. المهم انا هذه كان قوس فتحته، انا كان نتكلم على هذه البونديه اللي يروحوا يجيبوا اطباء من الخارج باش يجريو لهم عمليات جراحيه. يعني الاطباء الجزائريين ما فيهمش ثقه، ما عندهمش كفاءه. أنا فيما يخص أمراض العظام حصل لي وأني تعرفت على أطباء اختصاصيين في أمراض العظام في سيرفيس بيشا، في مصباح بيشا للعظام، في مستشفى مصفى باشا. كنت درت تحقيق صحفي ليه وتعرفت على أطباء كبار، من واحد يقول له رحماني بشير ستونتات، مش عارف كيس كيف دوفيان درك، ولكن لو كان في المستشفى كان ذاك الوقت الأستاذ بن حبيلس هو اللي كان يشرف على هذه المصلحة تاع أمراض العظام. وتخرجوا أطباء أكفاء من هي. لما نشوف أنا بلي كان أطباء أكفاء جزائريين راهم في الخارج، أغلبيتهم في المستشفيات الفرنسية في مختلف الاختصاصات، ومن بعد يروحوا يجيبوا واحد اجنبي باش يداويهم في الجزائر، لانهم ماهمش قادرين يخرجوا، لان جنرال توفيق ماهوش قادر يخرج، يخاف ياخذ حذره لا تصرى له كيما نزار، لا تصرى له كيما نزار.
دونك قال جيبو له. وعلاش؟ مادام نتايا تستعمل فيه ماتيريال في الجزائر، صح الماتيريال هذاك مستورد وجديد واخر صيحه من التكنولوجيا، ما تثيقش في الجزائري اللي يستعملوا. وهذوك الملايين تاع الجزائريين اللي راهم يداويو فيهم اطباء جزائريين، يعني ما عليه خلي في بعضهم، هاي شر في بعضهم ياكلوا بعضهم ياك هكذا. شفت النفاق تاعكم كيفاش يتكشف يا ولاد الحرام؟ شفتوا كيفاش تفضحوا؟ الله لا يتربحكم ان شاء الله، ربي يقدر الخير لبلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. Hisham Abdul, Hisham Abdul, Sahab Hisham Abdul, Hisham Abdul.